صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم نظر المرأة إلى الرجال في التلفاز في برامج مفيدة كالخطب والفتاوى؟ نظر المرأة إلى الرجل إذا كان بشهوة فهو حرام. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أما نظرها إليه من غير شهوة وإنما تنظر إليه للحاجة فقط، هذا لا بأس به. نعم.